أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة التحليلية يصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ خالد عبد العزيز. مرحبا بك أستاذ خالد. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. مرحبا. نبدأ الجولة من الصيحة وفيها نطالع اجتماع برئاسة حميتي يناقش تشكيل قوة حماية المدنيين بدارفور والترتيبات الأمنية. خلص اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي إلى التزام جميع الأطراف بتسليم قوائمها للمشاركة في القوى المشتركة لحماية المدنيين في دارفور في غضون يوم واحد توطئة للشروع في تكوين القوة. وقال رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو في تصريح صحفي إن اللجنة استمعت لتقارير اللجان منها لجنة الاختلالات التي شارفت على الفراغ من عملها وسترفع تقريرها النهائي في غضون اليومين المقبلين. أستاذ خالد، يعني الحديث عن تشكيل هذه القوة المشتركة يعني رغم أهمية الموضوع ظل يراوح مكانه للأسف منذ مغادرة يوناميد، يعني هل ستكون هذه المرة فعلا، يعني هل سينفذ هذا المحور؟ حكومة مداخلة جدا في تنفيذ هذه الخطوة برغم أنها خطوة مهمة وحيوية لأنها بتعني بحفظ الأمن في دارفور بالنسبة لإنسان دارفور، خاصة أنه الإقليم خارج من نزاعات وحروب والأوضاع الأمنية هشة وفي انتشار واسع للسلاح وفي مشاكل في المكونات الاجتماعية من جراء الحرب، فدي كلها أوضاع ملتهبة وبنشهد من فترة لأخرى يعني فقدان أرواح عزيزة، فقدان للأمن في مناطق مختلفة من دارفور. ولكن رغم كل ذلك أستاذ خالد، لماذا كان التباطؤ في تشكيل هذه القوة؟ يعني التباطؤ ما مبرر وما عنده أي تبرير غير ضعف في العمل السياسي والتنفيذي وفي الأمن بشكل أساسي. يعني دارفور نعم توقفت فيها الحرب لدرجة كبيرة فيما بعض الجيوب وباستثناء بعض الجيوب أحيانا في جبل مرة، لكن لا يوجد سلام على الأرض في دارفور. ما زالت هناك انتشار واسع للسلاح، ما زالت هناك عصابات، ما زالت هناك ميليشيات متفلتة، ما زالت هناك هجمات على المدنيين، وبعض اللي يقوم بهذه المهام هنا السلاح أصلا سلاح في السابق كان سلاح حكومي. طيب، بما أنه الحكومة يعني اتضح أنها غير قادرة على تجهيز البديل في الوقت المناسب كما أشرنا قبل قليل، هل نستطيع أن نقول استعجلت الحكومة عندما قبلت بمغادرة يوناميد من مواقع في ذلك الوقت؟ يعني الحكومة هي من طالبت بخروج يوناميد، وكان هم من الشروط الحكومية لقبول البعثة الجديدة، وخروج يوناميد لم يكن سرا، كان بمراحل ومعلنة باتفاق مع الحكومة السودانية بقرارات من مجلس الأمن، ولكن حصل برغم أنه يوناميد هناك العديد من الانتقادات والشكوك في دورها في حماية المدنيين، لكن على الأقل كان وجودها كصفة بتاعت مراقبين وكانت تقوم بعمل جزئي في حماية المدنيين، لكن كان غير مرضي وكان هي ذاتها هدف للهجوم. لكن بعد ده كان في فترة زمنية كافية واتفاق السلام من وقع له رابطة 8 شهور، دي بوضح انه دام على المستوى السياسي الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية في الموضوع ده، لكن على المستوى الأمني والعسكري دي كان مسؤولية المكونات الأمنية والعسكرية في الدولة، ومعها طبعا الحكومة المدنية ومعها الحركات المسلحة لأنه هو مشترك. دي موضوع حيوي وفعال مرتبط بحياة الناس وبأمنهم وبزراعتهم وبمراعيهم وبأملاكهم، ودي مرحلة من مراحل كانت المرحلة الأولى لإعادة الاستقرار والسلام لدارفور والتعايش الاجتماعي، وده أيا كانت المبررات غير مقبول طبعا، لأنه حاجة متوقعة ومنطقة كانت منطقة نزاع ومواطن دارفور لا يستحق كل الإهمال طبعا من الحكومة ومن المكون العسكري في مقام أول وحتى من الحركات المسلحة، كان مفروض يكون عندها عزم أقوى في الضغط لتحقيق هذه الأهداف، وهون عندهم وجود في المستوى بتاع المجلس السيادي على مستوى مجلس الوزراء. طيب، مناوي تحدث عن سرقة المقر ونقل مقتنياته للخرطوم كأنه بيشير إلى عمل مدبر ومقصود من قبل جهات ما، يعني هل هو كذلك؟ وإذا كان كذلك ما هي الجهة التي يعني؟
هو ما مقبول مثل هذا الحديث من رجل الآن هو حاكم دارفور. إذا كان عنده أي شبهات جنائية ولا سياسية يمشي طوالي، دي قضية مفروض تكون قضية قانونية، لأنه دي عمليات تعد نهبل حصلت أيا كان الغائم بها، وهو في موقع المسؤولية. حتى معلوم لو عنده أي أدلة يقدمها لأجهزة العدالة للتحري حولها، وإنها تمشي للمحاكم. عنده عمليات بتاع السرقة، أول شيء دي إمكانيات كانت بتاعت المجتمع الدولي بتاعت يونوميد، وكان مفروض تتحول لإنسان دارفور. لكن أفتكر لدرجة كبيرة حسب ما كان بيشير، كل ما يحصل عمليات تاعت نهبة، عمليات نهبة وازعة، والسبب الأساسي فيها هو الضعف من الأجهزة الأمنية والعسكرية، لأنه ما تم حماية لهذه المغار بعد خروج اليونوميد. إذا كان أنت في أي وضع طبيعي، إذا يعني حاجة بملايين الدولارات تركتها حتكون عرضة للنهب طبعا. في أصلا في إغليم فيه هشاشة أمنية وفيه مشاكل، وفي أي وضع المال السائد بيشجع على السرقة طبعا. فهذه المسؤولية الأساسية بتقع على الأجهزة الأمنية والعسكرية اللي هي مفروض كانت تستلم المغار دي وتحميها، عشان تكون إضافة للمواطن في دارفور وللحكومات المحلية في دارفور. وإذا كان هو عنده أي معلومات مفروض يمشي للقضاء، ما مقبول يقول كلام. هو ما حدث الآن ما معارض أو شايل سلاحه، حاكم دارفور وعضو في مجلس الشركة وموقع الاتفاق السلام، فإن لو عنده أي أدلة الأفضل يقدمها طريقة قانونية قانونية، بدل الاتهامات على الهوا دي لا تليق برجال صحيح الدولة صحيح.